البينون. رومبا، أخبرني هل تحركت؟ أوه، أنا جالس من 1000 سنة. هل ألقي نظرة؟ ليس قبل إنهاء الرسم. لا تتحرك. من هذا يا ترى؟ لا تغش يا رومبا. أو أهلا يا بينون. أهلا روزي. ها هو. من هو يا بينون؟ أين ذهب الآن؟ كمون. كمون هو ابن أختي، سيمضي يومه معي. ألا يبدو لطيفاً؟ بلى. مرحباً يا كم. مون؟ أحمر. عيب أن تفعل هذا. جوحة. حسناً، هيا بنا، هيا هيا. واو، إنه نشيط جداً. واضح أني سأرسم لك رسماً جديداً. خالي. عصفوة. اسمي بلبلة، وأنت من تكون؟ إنه ابن أختي كمون، إنه لطيف للغاية. وأنت متأخر جدا. تذكرت. أنت وعدتني أن نتنزه ونجمع العيدان. آسف، نسيت. أنا كنت مشغولا مع كمون. نسيت؟ الصديق لا ينسى صديقه. أصفوة. بلبلة. حسناً، إذا وجد بينون رفيقاً جديداً فسأقلده. سأجد لي رفيقاً. رفيقاً سحرياً. هل لي أن أعترض؟ لا، اعتراضك مرفوض، والحركة أيضاً. أنت ابتعدي عني. وهذان هما صديقاي العزيزان، روزي ورومبا. عذرا. فلفلة تحييكما. فلفلة، لكن لا أحد هنا. وما أدراك، إنها صديقتي العجيبة، لا أحد يراها غيري. هذا حقاً؟ طبعاً، لا يمكنك رؤيتها، إنها خفية. صحيح. أهلاً يا فلفلة. أهلاً بك يا فلفلة. تعالي يا فلفلة لنتركهما. هيا سأريك الملعب. ما رأيك في غفوة قصيرة؟ ألست متعبا يا صغيري؟ أصفوة. أنا آسف لأنني نسيتك يا بلبلة. لا يهم، أنا أصلا مشغولة مع صديقتي الجديدة. دعني أعرفك بفلفلة. إنها سحرية وخفية، ولا تنس، بعكس الآخرين. عصفورة. لست عصفورة. لا تحزن يا كمون، لكن بلبلة لا تريد اللعب معنا. بيب 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 بيب.
سأطلب لك الإذن كي تركب فيها. من هذا الصغير؟ هو ابن أختي كمون. هل يمكنه ركوب السيارة معكما؟ بالطبع نعم، تفضل يا كمون. شكرا، الآن سأرتاح. تفضل. هذا رائع. إنه لطيف. إنه ورطة. يلا نام يلا نام، أحضر له طير الحمام. يلا. وأخيرا لقد نام. أنت مضحكة يا فلفلة. هيا يا بلبلة انظري، أتريدين دفع السيارة؟ توقف. انظر جيدا أين تمشي. كتة، أن تدهس صديقتي فلفلة. أنا آسف، أنا لم أرها. أنت لم تعد تنتبه لشيء. تعال يا فلفلة، لنذهب إلى تلة فكري، المكان آمن هناك. عصفورة. بلبلة. هذه ابتسامة جميلة. شكرا يا روزي. أنا كنت أحدث فكري. شكرا. وأيضا ابتسامتك. لا تسألوني، لا أريد التحدث بالأمر. ما المشكلة يا بلبلة؟ قالت لا تريد التحدث. بينون نسيني بعد أن كنا نلعب ونمرح، والآن لا يتوقف عن كمون يحب، كمون يريد. أظنها غيرانة. لا تتحرك يا رومبا. لذا أردته أن يعرف كم أمرح مع صديقتي الجديدة فلفلة. نعم، ليشعر بال الغيرة. نعم، ويرجوني لألعب معه ثانية، لكنه يفضل اللعب مع ذاك الكمون. مرحبا يا روزي، أقابلت كمون؟ إنه دب لطيف للغاية. والمسكين بينون دب متعب للغاية. عصفورة عصفورة. بلبلة. حسنا، كمون يريد اللعب مع بلبلة، وبلبلة تريد اللعب مع بينون. إذن لما لا يلعب الجميع معا؟ الخال بينون يحتاج إلى مساعدة عاجلة. عصفورة. بلبلة بلبلة. حلوة. أتظن هذا حقا؟ بينون لم يخبرني أنك لطيف هكذا. يا بلبلة. آسف لأنني نسيتك، سامحتيني؟ سامحتك. عصفورة. هل انتهيتي؟ هيا يا روزي لنرى. تادا. أين أنا يا روزي؟ هنا. بعدما تكسرت رجلي، هذا أنا؟ الوقوف لا يكسر الرجلين صدقني. روزي. نعم يا رومبا. من صاحبك المفضل؟ أنت يا رومبا. إذا كنت أنا كذلك، لما رسمتيني صغيرا في اللوحة؟ لأن الأشياء الصغيرة هي الأفضل يا رومبا. كالبقلاوة والتوت والفريز والبيض والخوخ والبسكويت. إلا هذه الدبابير. ابتعدي عني. يا رومبا.
الريشات الطائرة. روزي، رومبا. ما هذه الضجة؟ إني أتمرن على هذه منذ زمن، وأخيراً أتقنتها. لن تصدق عينيكما. جاهزة؟ واو، هذا مدهش يا بلبلة. ماذا كان هذا؟ إنها حركتي الخلفية البارعة طبعاً. لين سوف تحب أن تراها، وبينون و... يجب أن تقيم استعراضاً. أنت على حق، أروع استعراض للطيران على الإطلاق. يمكننا أن نساعد. لقد وجدتها، سنكون أم الريشات الطائرة. كم أنا متشوقة، لطالما أردت أن... علينا أن نتمرن، لا وقت لدينا. أريد منكما أن تجهزا مسرحاً كبيراً للاستعراض المدهش الرائع. كبير كيف؟ كبير؟ أنا نجمة كبيرة جداً وأحتاج مسرحاً كبيراً. إلى الفضاء يا ريشات! والآن ما رأيكم؟ نعم، أحسنتم جميعاً. فعلاً بداية جيدة. فاشلة جداً. لست مضطرة لسماع هذا. قد تصبح ممتازة إن عملتم معاً. هذه تكفي، سيكون لدينا مسرح في القريب. إنها بدائية قليلاً. مساميرها بعد الصمغ وتصبح جيدة. بلبلة تريد المسرح متميزاً. كرز علينا أن نجد أفضل خشب ونصنعه بأفضل طريقة. أي ببطء شديد. قد يصبح أجمل لو وضعنا أعلاماً حوله. فكرة رائعة، الأعلام في بيت اللعب. سأحضر البالونات، لا استعراض بدون بالونات. عليكما أن تبقيا في الخلف قليلاً، لا تنسيا، الجمهور سيأتي لرؤيتي. أنا بلبلة. وأنا. وأنا، نحن أيضاً مهمان. هذا صحيح، لديكما أهم عمل في الدنيا، أن تجعلاني أبدو مميزة. ما رأيك في هذا اللوح؟ ظننت أننا نعمل معاً يا كرز. أنت بطيء، أستطيع أن أعمل وألعب في الوقت نفسه. تفضل. لدينا خشب كاف، شكراً يا كرز. على الرحم. والآن كل ما علينا فعله تجهيز الكشك. كشك؟ أي كشك؟ الفشار والحلوى، لا استعراض بدون الفشار والحلوى. طبعا صحيح يا لين، لنذهب ونحضرها. أنتما مستعدان؟ 3، 2، 1، انطلاق! بعد إذنكما، أنا في الوسط بينكما ومصرة على ذلك. حسناً، ما رأيك أنت؟ لن أقول شيئاً، في المرة الماضية غضبتي. عرفت رأيك. يا رومبا، هل تساعدني في تدريب الريشات؟ أنت تريدين مساعدتي؟ حسناً، ستجري الأمور على طريقتي. آسف يا حبات البلوط، إنه استعراض طيران للعصافير، وأنتن لستن عصافير، أنتن. حسناً يا ريشات، القاعدة الأولى. هل يمكن أن... القاعدة الأولى حسن الاستماع، الوقت قصير قبل الاستعراض.
والقاعدة الثانية: عليكم أن تقوموا بالحركة نفسها ولكن في الوقت نفسه. الوقت نفسه؟ لكن أنا بلبلة النجمة. هكذا، هيا بنا يا ريشات. أحتاج فقط إلى كمية كبيرة من الصمغ وينتهي العمل. وأخيراً. دم 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 دم. لا يا كرز، لم ينتهي بعد. من هنا من فضلك. لا من هنا. صحيح. رف 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 رف. وهاي. أهلا بلبلة، طاولتك صارت جاهزة. أظن أنك تعني مسرحي. الأنظار ستكون علي. بلبلة. أعني علينا نحن الريشات. بسرعة، وقت الاستعراض. كم أنا متشوقة. حظا سعيدا. هيا يا ريشات. هيا يا ريشات. لن تحاولي إبطائي هذه المرة. ماذا؟ أنا لم أفعل هذا من قبل. لن تستطيعي اللحاق بي. على الأقل أنا لا أهز ريشتيني لألفت انتباه الجميع. هذا يكفي، سأنسحب. سأنسحب أولا. بست، دورك. لا يا رب، أنا أنسحب. الاستعراض قد ألغي. الريشات قد انتهت. ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث؟ لن ينجح الأمر يا روزي، كل منهم يريد أن يكون نجما. لكن أنا النجمة. سنكون كلنا نجوما، ولكن لبعض الوقت. لكل منكم دوره. هل يمكنكم ذلك؟ نحن نرحب بالجميع في استعراضنا البديع. إلى فوق إلى تحت في كل الأنحاء، نحن الأشهر في الفضاء. نحن الريشات الطائرة، نطير ونحوم إلى الغيوم أسرع من أسرع طائرة. نحن الريشات الطائرة. واحد، اثنان. كان يلزم صمغ أكثر. قد عملنا معا. هيا إذن. والآن حان وقت الذهاب، انتهى العرض يا أصحاب. قضيتم أوقاتا رائعة معنا نحن الريشات الطائرة الرائعة. رفرف رفرف. وماذا بعد ذلك؟ نطير ونحوم إلى الغيوم أسرع من أسرع طائرة. أنا نجم، أليس كذلك؟ أتريد الحقيقة يا رومبا؟ أتريدين شطيرة موز وعسل يا روزي؟ أنت نجم يا رومبا. وأنت أيضا يا روزي أحيانا. لكل واحد دوره.